تمام، هنجرب الفيشل ريكوجنيشن. دي المفروض النضارة هي راسبيري باي فيها المودلز، ودي راسبيري باي كاميرا، ودوت الابليكيشن. هنخليها تصور على عادل تيم ممبر معانا، فدوت مود التعرف على الاشخاص. تم تفعيل التعرف على الاشخاص. عادل ابو هاشم. هنجربها على دكتور احمد عامر مشرف على المشروع، برضه نفس النظام. تم تفعيل التعرف على الاشخاص. هنجربها على يوسف الكاميرا مان. تم تفعيل التعرف على الأشخاص. يوسف خالد. تمام. طيب ده الديمو بتاع الـ Object Recognition. دي الباي ودي المفروض انها الكاميرا يعني بس، والابليكيشن هنا هو على الموبايل ده. تمام، احنا هنجرب دلوقتي يعني ايه نخليه ديتكت كذا اوبجكت يعني. تم تفعيل وضع التعرف على الاشياء. حاسوبي محمول بالوسط. هنجرب مع حاجة ثانية كده. لقط كذا حاجة يعني، لقط اللي بيصور هاشم يعني، ولقط الإزازة وكذا، بس نجرب الإزازة لوحدها المرة دي. بس عليك الكاميرا. تم تفعيل وضع التعرف على الأشياء. زجاجة بالوسط، طاولة الطعام بالأسفل، وعاء باليسار، زجاجة بالوسط. تمام، نجرب بقى حاجة كمان. بس كده دلوقتي احنا هنصور الموديل بتاع الـ OCR اللي هو الـ Optical Character Recognition. هنجربه مع كذا يافطة يعني، بكذا خط وكده، وكذا يعني كذا ليبل مختلفين عن بعض. تمام، دوس. تم تفعيل وضع قراءة النصوص. هنجرب اليافطة التانية كده. تم تفعيل وضع قراءة النصوص. مخالق للصلاة. نجرب اليافطة التالتة. دوس. تم تفعيل وضع قراءة النصوص. بسم الله. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن موديل السين ديتكشن، وهو المفروض يعني ببساطة ان هو بيوصف بيديتكت اي سين موجود قدامه، وبيوصف السين ده لليوزر يعني، او الشخص الكفيف اللي بيستخدم النضارة. وهو بيفضل ثابت يعني هو بيقولش سين جديد الا لو حصل تغيير جذري يعني في السين، او تغيير نقدر نقول ان هو ملحوظ، او ان اليوزر محتاج فهم يعرفه. بالتالي ساعتها بيبدا يقول السين الجديد ده. الموديل ده بيختلف عن يعني بقيه الموديل في حاجه، ان هو موديل دايناميك، وان احنا يعني ان اليوزر مش مضطر ان هو يدوس على زرار اللي هو التعرف على المشهد ده عشان يديتكت سين جديد. هو بالفعل الموديل شغال دايناميك على طول ما النضاره شغاله، ولكن هو يعني عنده اوبشن برضو ان هو يدوس ويديتكت يعني ان هو يديتكت في الحاجه لما يدوس على الزرار يعني. فهنجرب دلوقتي. تم تفعيل وصف المشاهد. جهاز كمبيوتر مشغول على مكتب. طيب دلوقتي احنا هنحاول نجرب تجربة تانية، ولكن يعني في مكان مفتوح او في شارع وفي عربيات وكده. طيب احنا دلوقتي هنجرب
موديل السين ديتكشن، ولكن في مكان مفتوح في شارع وفي عربيات وفي ناس وبيوت وكده، وهنشوف هل هيديتكت ان شاء الله يعني المشهد بشكل كويس ولا لا. في الفيديو دوت احنا هنوصل النضارة اللي هي في حالتنا راسبيري باي، احنا هنا موصلينها ببطارية، وديت راسبيري باي كاميرا هنوصلها بالابليكيشن. هنديمو ازاي دوت بيشتغل. اول حاجة انا هاس اس اتش على الراسبيري باي، احنا اول حاجة عايزين نعملها ان احنا نفتح اصلا بلوتوث انترفيس راسبيري باي بلوتوث سوكت، بحيث اي ابليكيشن او اي سيرفيس يعني عايزة تكونكت على راسبيري باي بلوتوث تعرف تعمل كده. فاحنا بس هنفتح ال RF COM سوكت وخلاص كده. الجزء الباقي هو ان احنا بنشغل سكريبت، السكريبت ده بيشتغل على ستارت اب تايم. وظيفته ان هو اول ما اليوزر يشغل النظارة مثلا يفليك اون سويتش او كده، ساعتها بينيشاليز المودلز الاي اي مودلز بتاعتنا، سواء بقى اوبجكت ديتكشن سواء فيشل ريكوجنيشن او كده، وبعد كده بيستنى لحد ما يجي ابلكيشن يكونكت عليه. فدلوقتي طبعا الكاميرا مش شغاله لان السكريبت بتاعنا لسه مفيش ما لقطش اي كونكشن يعني، لكن اول ما يحصل كونكشن هو ساعتها الكاميرا هتشتغل اوتوماتيك. ف كل اللي انا عامله انا هشغل الكود بتاعنا مش اكتر اللي هو الستارتر سكريبت، وهستنى. هو المفروض هينيشالايز كل موديل ورا التاني ات ستارت اب، وبعد كده هيفتح الكاميرا اول ما يحصل كونكشن. هو دلوقتي عمل initialize للمودلز دول، احنا حاطين المودلز دول بس عشان الوقت يعني. هو دلوقتي listening for incoming connection سواء بقى من الابليكيشن او من غيره. فانا دلوقتي هاجي على الابليكيشن دوت موبايل، هفتح بلوتوث عادي، وبعد كده هفتح الابليكيشن بتاعنا احنا اللي هو كينسي. بعد ما اشغله طبعا هنا حصل connection، وهنا قال ان هو كونكتد وستارتنج اب والكاميرا اشتغلت. وطبعا اللي بيحصل دلوقتي ان هو اي سين بيتغير، كل مثلا ما اليوزر يخش مكان جديد او يبص مكان جديد هو اوتوماتيكلي بيعرف ان في نيو سين. كده خلاص حصل كونكشن، اقدر اشغل اي موديل من المودلز ديت سواء بقى او سي ار او اوبجكت ديتكشن او فيشل ريكوجنيشن او كده. فاحنا ممكن نجرب الـ Object Detection على اللاب مثلا. فهو قال ان هو حاسوب محمول يعني، بس كده.